بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي إلى التوبة منه بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه، ووعدتني عليه الثواب، فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت العبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس والأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.